فلاج المعلى التعليم الأساسي والثانوي بلغ جهازنا عبارة عن تصميم لمساعدة ولي أمر الطالب المريض للإقلاع عن التدخين. نظرا لكم التدخين من الأسباب الرئيسية للسرطان، يعمل جهازنا بالطريقة التالية، وذلك عن طريق تحديد عدد معين من السجائر مسموح لها يوميا للوصول إلى الإقلاع النهائي عن التدخين. طريقة العمل: علبة التدخين مزودة بحساسات منها حساس الرئيس الذي يقوم بحساب عدد مرات فتح العلبة لأخذ السجائر، بحيث إذا تجاوز العدد المحدد يقوم بتنبيه الشخص بالصوت والإضاءة. كما أن الجهاز مزود بحساس الدخان، فإذا دخن الشخص في مكان مغلق وكانت نسبة الدخان مرتفعة جدا فيبدأ بتنبيه الشخص وإغلاق علبة الدخان.